واد من جديد هجم الآن ما زالت لفريق شباب الأردن للخلف معادة الآن ورد البري ورد بتسديدة ومتابعة والهدف الأول جول هدف أول لفريق شباب الأردن عن طريق اللاعب ثائر الدرباري ثائر الدرباري يستثمر كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة قوية لورد البري ويسجل أولى أهداف المباراة ثائر الدرباري في غفلة من دفاعات فريق الفيصل شاهد مرة ثانية القصة تسديدة أرضية قوية كانت من قبل ورد البري تصدى لها نور وتابعها ثائر داخل الشباك هدف أول في الدقيقة الثانية والأربعين فريق شباب الأردن كان الأخطر وبالتالي يستحق التقدم